البرقه خويا داك العام كنا كنبيعو ب 40 درهم الكيلو، هاد العام شويه الثمن ديالو زيد كيتباع ب 70 درهم، حنا دايرين لي 60 درهم البرقه. يا مشاهدينا شوفوا معنا الاسمنه ديال العطريه وديال البرقوق المشماش، كل ما يتعلق بتقضيه ديال عيد الاضحى قبل ايام قليله ان شاء الله من عيد الاضحى. البرقوق والمشماش البرقه خويا داك العام كنا كنبيعو ب 40 درهم الكيلو، هاد العام شويه الثمن ديالو زيد كيتباع ب 70 درهم، حنا دايرين لي 60 درهم البرقوق وشي حاجه مزيانه. بالنسبه للمشماش كنا كنبيعو داك العام كنبيعو ب 80 درهم 90 درهم، هاد العام 140 درهم مش كنبيعو هاد العام، كاين اللي كيبيعو ب 160 درهم. بالنسبه للزبيب، الزبيب 40 درهم، الزبيب كاين اللي كيبيعو ب 50 درهم. اما الكاليشيات المزيانين الزبيب راه كيبيعوا ب 50 درهم، هذا كنبيعوا حنا ب 40 درهم، هذا كنبيعوا ب 55 درهم، كيتباع ب 60 درهم ناقصين فيه 100 ريال. بالنسبه للسميده، السميده راه معروفه عند اي هري 240 ريال، حنا ناقصين فيها درهم كنبيعوا ب 220 ريال السميده. هادشي اللي كاين خويا. ايه الموقع الموقع ديالنا اخويا هات انا كاين اللي كيقول لها لابيطه وكاين محسوبه لها درب السيلين بحال طالع من مدرسه الميت الشارع اللي كيتم طالع من مدرسه الميت بحال طالع للشارع ديال الجوطيه بحال طالع جيد المسرح. ها هي فهاد الدخيله اللي على اليسار، الدخيله الاولى اللي على اليسار حنا فيها حدا الخضاره، السوق النموذجي ها هو فناو السوق النموذجي جديد. واش ترخص على الناس الثمن؟ راه مناسب الثمن، راه معروفين اللي سولتي على الثمن راه كيجيو عندنا بنادم من اي بلاصه، من بوزنيق من منصورية من الويزية، معروفين في ناحية الثمن ديالنا. الله يحفظك خويا.